صباح الخير يا متابعين في تحليل فني الصباح لشركة وينز بروكر. هقدم لكم كريم عيد اليوم 16 مارس 2021، هنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي. انخفاض الجنيه البريطاني يوم الاثنين طبعا خلال تداولات امس، وده راجع اكيد في المقام الاول لارتفاع وقت سندات الخزانة الامريكية، بالاضافة لاطلاق الاتحاد الاوروبي اجراء قانونيا ضد التغييرات البريطانية من جانب واحد لترتيبات التجارة مع ايرلندا الشمالية. طبعا دي كانت اهم الاخبار امبارح، ما كانش عندنا اي بيانات من شانها ان هي تؤثر على الاسواق، والنهارده كمان في غياب للبيانات فيما عدا بيان امريكي وحيد هو مبيعات التجزئه الاساسيه لشهر شهر فبراير، متوقع عليه سالب 1%، والشهر الماضي كان 5.9%. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما احنا شايفين طبعا الاداء السلبي للجنيه البريطاني ده ما ذكرنا لحضراتكم الاسباب في بدايه الفيديو، بالاضافه كمان للاداء السلبي على مؤشر الاي ام اي، الاداء السلبي على مؤشر السار، تقاطع المتوسطات السعريه الاسفل، الاداء السلبي على مؤشر على طبعا مؤشر فلات ترند والاستوكستيك، بالاضافه كمان لوجوده اسفل النقطات المحوريه 38 95. كل ده ضاغط عليه بشكل كبير وطبعا بيدفعه لمزيد من الهبوط لاسفل، ولكن بشرط كسر 38 45 عشان يروح لل 37 85 وراها 37 30. مرة تانية كسر 38 45 وراها 37 85 وراها 37 30. السيناريو الآخر المعاكس اتحقق بكسر 39 45 علشان يروح لل 40 10 وآخر نقطة عند ال 40 65. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وبتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.